سيارات حضنت راس. هلا والله، السلام عليكم، كيف حالك؟ مساكم طيب، معكم اخوكم عبد الرحمن ابو حباي. وش السالفه اليوم؟ تخيل يا عزيزي المشاهد ان يوم من الايام تصدم من افخم واغلى السيارات المتوفره في السعوديه، الرولز رايس. مو بس تصدمها، تصدم رولز رايس وما عندك تامين والغلط عليك 100%، ايش حتسوي؟ طلبنا من الشباب والبنات يتصلوا على اصحابهم، يتصلوا على اهلهم، يقولوا لهم هذا المقلب ونشوف ردة فعلهم. احد المتابعين الله يعطيهم العافيه اعطاني الفكره، واللي حاب يقترح علي اي فكره، هذا حسابي على سناب شات، هذا حسابي على الانستغرام، واللي لسه ما اشترك للقناه هذا زر الاشتراك. اتشرف فيكم جميعا ومشاهده ممتعه. تقدر تدق على واحد من الشباب وتقول انا صدمت رولز رايس وما عندي تامين. خلاص تمام. الو الو، هلا، كيف الحال؟ الله حمد لله، فوارك حمد الحمد لله. فاضي؟ ايوه فاضي. ليش؟ اسمع، انا هنا اكلت خرا. اسمع، ايش بك؟ ولا تصدمت روز وما عندي تامين. اما عاد والله صدمت روز وما عندي تامين. ايش تعمل؟ والله صدمت عند الريتسي. سيارات صدمت روز؟ ايه صدمت روز يا ابني، كنت داعس ومتكي على الجوال وصدمتها من ورا. انت غبي، ما لقيت الا روز يعني؟ هاي والله روز. اسمع ايش اسوي يا ابني، والله جاتني ام الركب. ابوك وينه؟ ابوي نايم يا ابني. بين خلق الله كلها تيجي تصدم روز؟ يا اخي ايش اسوي يا اخي؟ يا اخي انا داعس وماسك الجوال صدمته من ورا. ونجم جاي، ما كيف ما عندك تامين؟ شغله جديده كمان. والله يا اخي، والله هاد نفسك، انت رجال. ابو يحيي، ابو يحيي الدنيا، ولا نص مليون دي من وين اجيبها؟ انا بعطيك يا حبيبي، لا تخاف لا تخاف لا تخاف. انت من وين لك نص مليون؟ انت ما عندك 10 ريال يا حبيبي، لا تخاف، الموضوع سهل، لا تخاف ولد. دق 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 على ابوك. عادي عادي لا تخاف، هو بيتفاهم الموضوع، انا عارفه منه كان بيخرج. انا خلاص. طيب تقدر تدق على واحد من الشباب؟ ايوه. وتقول له انا صدمت رولز رايس. ايوه. وما عندي تامين. ديم. الو الو، انا حلو نواف، انا صدمت رولز رايس وابغى اي احد يجي يكفلني، ما انا عارف ايش اسوي. صدمت رولز رايس وتبغى احد يكفلك؟ صدقني حتى امك ما حتكفلك. بعتني يا خسيس. رولز رايس مليون شوية يا حبيبي. والله أنا غلطان إني دقيت عليك يا نواف. تقدر تدق على واحدة من البنات أو الأهل وتقولي لهم أنا صدمت رولز رايس وما عندي تأمين. أوكي، ينفع أدق على أختي؟ عادي. مها اسمعي، دبني صدمت رولز رايز وما عندي أنا تأمين، ماني عارفة إيش أسوي. نعم. صدمت رولز رايز وماني عارفة إيش أسوي. أو أنت بتدق علي؟ دق على نجم. لا طب إيش أسوي؟ ما عندي تأمين وخايفة ماما تعرف. تقدري تفكري يعني ولا؟ لا ما أقدر ما أقدر، شكله هو مرة واصل. إيش أسوي؟ ما اعرف. طيب طيب اديني اي حل، ايش اسوي؟ ماني عارفه، مره خايفه. انا خفت اكثر منك، خفت. انا ما اعرف. طيب ايش اسوي؟ ابكي ابكي ابكي. كلميه هو. يا مها بسرعه قولي لي، ماني عارفه ايش اسوي. انت تعرفي كمان ما معي رخصه، كمان من جد ما اعرف اتصرف. طيب ايش الحل يعني؟ ايش اروح فيها انا؟ لا طب السياره حقتك تشتغل ولا ما تشتغل؟ صدام ب 500,000. الصدام ب 500,000؟ من فين اجيبها هذه؟ صدام ب 500,000. طب انت السيارة حقتك تشتغل ولا ما تشتغل؟ ايوه انا سيارتي تشتغل، بس المشكلة مو في سيارتي، المشكلة في سيارته ومو مخليني امشي. كيف هو مخليك تمشي؟ مقفل عليك؟ اكيد يعني. هو جنبي دحين. هو جنبي دحين. طيب قرينه ويمشيك دي المرة بس. عادي اسمعك، طب انت كلمي، ايش رايك؟ حاولي تقنعي، حاولي تقنعي بليز عشاني. طيب هو باين طيب ولا مو باين طيب؟ يعني ما ادري الصراحه. انه باين
خلاص خدي انت حاولي كلميه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله. لو سمحت يعني ما اعرف انت قدرت تشتري روز يعني ما انت قادر تصلحها؟ ما شاء الله واختك قدرت تصدمني ما شاء الله تبارك الله. يعني هي غلطانة؟ هي غلطانة صادمتني من ورا والغلط عليها 100%. لو سمحت هي مرة صغيرة والله ما تعرف انا اعرفها يعني انا اعرف ان هي مرة زوجة كويس لو سمحت كنت مشيها دي المرة بس عشان ماما يعني من جد حتعصب لو عرفت. وانا مامتي ما راح تعصب لو عرفت. برضو حنا حقين الروز رايز عندنا احساس وعندنا مشاعر. طب هي والله صغيرة والله ما تعرف. هي كم عمرها؟ كم؟ 22. وهذا صغيرة. ايه صغيرة. عندك رخصة؟ لا. ما عندها رخصة ما شاء الله تبارك الله. طب لو سمحت مشيها بس المرة يعني ولو سمحت الله يخليك. الله يخلينا ويخليك ان شاء الله. ويخليك انت كمان. هذا اللي عندك؟ تقدر تدق على واحد من الشباب او الاهل انت اختار يعني. طيب. وتقول لهم انا صدمت روز رايز وما عندي تامين. ابشر. تدق على مين؟ ادق على واحد صديق قريب مني يعتبر اخوي. يا سلام. الو. هلا نايف. هلا عبد الله كيف امورك؟ طيب؟ الحمد لله. اسمع وينك؟ في البيت. طيب اسمع. لا في شيء؟ ايوه انا صراحة صارت لي مشكلة كذا و... مشكلة ايه؟ ما تبطل مشاكل انت؟ يا اخي هي مشكلة بسيطة يعني تعرف صارت لي مشكلة ومن متى ما اكلمك يعني دائما اذا في مشكلة اكلمك اول واحد. طب هي ايش المشكلة دحين؟ اخر مشكلة انت شوف كيف هاي وصل. لا 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 ما في مشاكل ان شاء الله. ما في مشاكل انت بعيد في مشكلة يا اخي اخرف علي داخل الحرمة تشتغلني جوا. قبعت سيارة وقيمتها عالية و... وسيارة ما عليها تأمين. سيارة مين؟ سيارة واحد ما أعرفه. هاي أشيل سيارتك يا خوان. يا ابن حلال أقول لك زي أخوي أعتبر. أقول لك ولا تقول لي ولا أقول لك شيء سيارتك يا خوان. سيارة روز يا شيخ. والله إيه؟ روز. كمان روز؟ إلى أدق علي وتصرف ما أدري ما أدري تصرف. وأنت اللي سويت ورجع يا صبر. أدق لك على غير؟ لا لا كلهم. الحريم صايرين يتصرف أنت ما أنت عارف تتصرف. وأنت زي أخوي ما ما ما. أدق ولا أخوك ولا خ ما أعرفك أنا يلا. دق ثاني. قول له أسمع الرجال جنبي وباك تكلمه أحاول تقنعه مدري الرجال شكله طيب وزي كذا. ألو. بطل كذا علي انا مال الحرمه قاعد احرم ما تفهم غبي غبي انت تصرف شيل شيلتك يا اخي شيل شيلتك وانت حاول تقنعه انه بعدين او حاجه و... ايه انا اوريه شغله دحين. الو السلام عليكم. انا ما بقول لك شيل شيلتك يا اخي. السلام عليكم يا اخي خلاص صدق علي يا اخي يا عبد الله يا عبد الله عبد الله قلت لك السلام عليكم رد السلام. وعليكم السلام. لا اله الا الله. اول شيء انا انا آه انا ما اعرف وما اعرف ولا صدم لك سيارتك انا ما اعرف يا غالي احنا نبغى نوصل يا وقف خدمات يا الولد مسكين يا اخي حزني قسما بالله وبحاول اساعده انا قدر ما قد ما قد ما لا 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 تساعده هذا يستاهل ما قلت هو انا هو صدم لي الصدام الخلفي عرفت خلاص. طب ليش يلطمك هذا احبل ده ولا ليش صدمتني؟ والله ما كنت شايفه يا شيخ. خلاص خليه يشوف خليه يشوف العجز يا غالي صلى على النبي خويك كنت كاش فزع تاجين فزع هذا مو خوي. لا 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 ما اعرف ما تعرف نهائيا. ايوه طب تعال اسمع تعال تعال ساعد يمكن لو جيت ساعدت يمكن اسامحه. يا ابوي لا تسامحه يسجن وفكنا من شره فكنا قرفنا. اسمع اقطع العلاقه معايا خلاص لا اقطع العلاقة مع هذا شلطة هذا مرة خلاص اقطع علاقتي معه. هذا نزلها نزلها يا حبيبي نزلها. تقدر تدق على واحد من الشباب وتقول له انا صدمت روز رايز وما عندي تأمين. طيب ترى انا معي سيارة خوي مو معي سيارتي. معك سيارة خوي؟ ايه. هلا كيف الحال ايش اخبارك؟ والله بخير اخبارك طيب الحمد لله. يا اخي اسمع انا سويت هرجة وماني عارف ايش اتصرف. ايش هي؟ قبعت بسيارة علي
رولز وما نعرف ادق عليه ما يرد. ما تستهبل انت تستهبل. قول والله استغفر الله العظيم استغفر. ابشرك اللي تسوق الروز بنت كمان. من غلطانه من غلطانه مش من غلطانه انا غلطان صدمها من ورا يا ابراهيم. ما انا عارف ايش اسوي. ايش لسه قاعد تسال من غلطان من غلطان يا عم؟ البنت جالسه جنبي تبكي وما ادري ايش وتفلم. طب ايش خلينا نشوف. والله ما انا لو هذا اجيك بس انا ما ابويا كثر. اسمع امسك خذ خذ كلمها جالسه تفلم يا عمي. الو الو ايوه مره يلعنك مره خايفه مره خايفه يا لعب صوتك لو ايش تسوي. ماني عارفه ايش اسوي. لم تضبط معنا يا غبي انت. يا اخي ماني قاعد امزح ترى قاعد اتكلم من جد يا غبي. هذه ما هي بنت هذا ولد. ايش اللي ما هي بنت يعني؟ ايش عديك ولد؟ لا تحلف. تقدر تدق على واحد من الشباب وتقول له انا صدمت روز رايز وما عندي تامين. طيب خلاص. ايه يا ابوي اسمع، انا اخذت سياره صاحب اخوي. ايه وفوق كل ده صدمت كمان روز رايز هنا في جده. لا يا ابوي ما مع وتامين ما في. ايوه ايوه فايش اسوي؟ ايش تسوي؟ انت الغلطان؟ ايوه انا اللي صدمته. طيب كلمت اخوك؟ ما خلاص كلمت ولا احد لانه الموضوع ما عندك تامين انت او اللي خصمه. ضبطها مع حق الرايد. ضبطها مع حق الرايد. والله ما ادري دحين اشوف عاد. هو حصل قرد دين عمي. يقول له يا عمي انا ما اقدر ايوه انا كذا وانه خليه هو الرايد انه يشوف هذا اكيد مأمن كامل ولا تشوف ايش تأمين فاهم. صدمته من ورا والغلط علي والله ما ادري ايش اسوي. صدمه من ورا المشكله دوبي جاي من سفر يا عمي والدنيا مفكفه والله. لا ما عليك ما اسمع. حتى لو من ورا تعرف ايش روح تفهم الراز لو زبط كانه هو رجع ليه بس فاهم. انت واقف وهو رجع لفلاوي يعني شوف دحين اشوفه بس يعني يعني دبرها انه هو يطلع غلطان فاهم بس شوف هو يرضى ولا ايش يسوي. ايش رايك؟ روح انت سنه ستيلف تتعامل يلا روح وانا ادق عليك. تقدر تدق على واحد من الشباب وتقول له انا صدمت روز رايز وما عندي تامين. حلو. هتدق على مين؟ ابوي. هتدق على ابوك؟ يلا بسم الله. لا يا شيخ ابوك يعرف انه ما عندك تامين؟ اي ما عندي تامين. من جد انت ما عندك؟ اي والله ما عندي. خلاص يلا بس. الو ابوي. عمري يا ابوي صدمت يا اخي روز. يا اخو اي والله. ليه انت اهبل ولا ايش؟ ليه ليه؟ فين صدمته؟ صدم مين؟ طريق الملك كذا. فين؟ طريق الملك انت؟ ايه الو ايه ايه في طريق الملك. كيف صدمته؟ قوية الصدمة؟ والله تاكع الجوال وعميري كلمني كذا و ايه اتفضل. وصدمته من ورا؟ ايه. وتعور سيارته؟ يعني على خفيف كذا. اقول لك لا تسرع وسيب الجوال ما تسيبه وكم الحركات دي. ابغى اشرد يا شيخ. انت اهبل ولا ايه؟ ليه؟ كيف تشرد؟ حمار انت؟ قول له خايف الصدام بنص مليون. فين الرجال فيه؟ ايه رجال هنا. طيب خلاص نحن نجيب. خد كلم خد كلم. مين هذا؟ ابوه. ابوك؟ ما شاء الله. دق على ابوه. ايوه السلام عليكم. ايش ما شاء الله يعني؟ ما شاء الله ولدك صادم افخم سياره في العالم. طيب ايش يعني افخم سياره؟ والله ما ادري يقدر يدفع قيمتها ولا لا. اسمع ايش اقول له؟ قول له ما قلب كيف. ايوه مرحبا. هلا يا غالي. يا غالي زي الناس لا تقول لي تدفع ما تدفع ولد. طب ولدك ما ولدك حقر الناس لا ما حقر الناس بس ولدك ما عنده تامين وانا سيارتي يعني غاليه. ولدك ما عنده تامين. طيب ما عنده تامين تتدبر. طيب كيف حتتدبر؟ كيف حتتدبر يا غالي؟ كم ما عنده تامين هو دوب ناقل الملكيه كيف هو؟ قول له مقلب خلاص؟ مقلب خلاص انت قول له. طيب يا غالي
حبيت اقول لك انك انت الان على مقلب في اليوتيوب. يا ابويا فجعتني انا دوبني دافع 1000 ريال للحمام الله يسامحك. انا اسف والله ولا سامحني بس برميها فيك. ها ولدك اصر انه يدق عليك. طيب الله يسامحك قول شيخ ماكسين. لا والله سامحني. لا لا عادي يا ولدي عادي. جاتكم الركب ولا؟ انا لا ما جاء كنت بشرب شاي ما ادري كيف انكب علي وانا بدأت تخبص في الكلام يا ابو. ما انا عارف خلاص حمكت انت والله يعني واحد يجي يقول لك انا ابو ولدك صيام ايش ولدك صادم رد. اقسم بالله حلبت الشيخ ارجع. لا يا شيخ قدام الكاميرا. طيب اقسم بالله حتتلسع قفوف يا كلب. خلاص فوجهي فوجهي يا ابو مين؟ ابو خالد. ابو خالد دبلي ملسوع على الفريال يقوم يلسعني بالرزرايز كمان. ابو خالد خلاص فوجهي فوجهي. لا لا خلاص لا ابشر ابشر بالله لا تضرب والله يسعدك. لا لا ابشر عندي يلا حرام.